السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل ما تبقى لنا من سورة الانفطار الجزء الثاني. توقفنا في الجزء الأول عند الآية رقم 8. إذن نكمل. كلا بل تكذبون بالدين. تكذبون، انتبه لحرف الذال، بالدين، لا نقول بالدين، وإن وبينما نقول بالدين، والوقوف هنا مد عرض للسكون، حركتان أو أربعة أو ستة حركات. وإن، نون مشددة حركتان، عليكم، تابعوا لحرف العين، ع، واللام هنا لا نفخمه، لا نقول عليكم، وإنما عليكم لحافظين، تابعوا لحرف الحاء، لا نقول لحا، وإنما وبينما نقول لحا لحا، واللام هنا لا نفخمه، لا نقول لا، وإنما لا لحافظين، انتبه لحرف الضاد هنا، لا نقول لحافظين، إنما لحافظين، وهنا الوقوف للمد عرض للسكون، حركتان أو أربعة أو ستة حركات. كراما كراما، هنا الراء مرققة، لا نقول كراما كراما، لاحظوا معي تنوين بالفتح وأمامه حرف الكاف من حروف الإخفاء، نقول كراما كاتبين، ولا نقول كراما كاتبين، وهنا الوقف، وهنا نقف بحركتان أو أربعة أو ستة للمد العارض للسكون. إذا طبقت حركتان أطبقها على جميع الآيات. إذا وقفت هنا بحركتين، بالدين، هنا لحافظين، هنا كاتبين، حركتان أطبقها على الكل، طبقت أربع حركات أطبقها على الكل، وهكذا. يعلمون ما تفعلون، هنا كذلك الوقوف بحركتان أو أربعة أو ستة، تفعلون. إن، نون مشددة هنا كذلك حركتان بغنة، والغنة تخرج من الخيشوم. الأبرار، إن الأبرار، هنا قلقلة صغرى في حرف الباء، والراء هنا والراء هنا مفخمين. إن الأبرار، ولا نقول إن الأبرار. لفي نعيم، انتبه لحرف العين يجب إخراجه من مخرجه، نعيم، والوقوف هنا كذلك بحركتان أو أربعة أو ستة كما شرحت قبل قليل. وإن، هنا كذلك نون مشددة حركتان. الفجار، الفجار، انتبه لحرف الجيم، جا، والراء مفخم. لفي جحيم، هنا كذلك الجيم، جحيم، والوقوف بحركة أو أربعة أو ست حركات. يصلونها يوم الدين، هنا كذلك صاد من حروف الاستعلاء دائما مفخم، هنا اللام مفخم لأنه جاء بعد حرف استعلاء، بعد حرف الصاد بالضبط. يصلونها، لا نقول يصلونها، وإنما يصلونها يوم الدين، هنا كذلك مد عرض للسكون. وما هم عنها، انتبهوا لحرف العين، عنها، هنا لدينا ميم ساكنة جاءت في آخر الكلمة أمام حرف العين، هنا لدينا قاعدة أحكام الميم الساكنة، وبالضبط هنا الإظهار الشفوي، نقول وما هم عنها، ولا نقول وما هم عنها. بغائبين، هنا حرف الغين انتبه إليه من حروف استعلاء مفخم دائما، والمد هنا مد المشبع المتصل ست حركات، والوقوف هنا للمد العارض للسكون حركتان أو أربعة أو ست حركات. وما أدراك ما يوم الدين، هنا كذلك مد المشبع منفصل ست حركات. أدراك، الدال هنا قلقلة صغرى والإمالة هنا حرف الراء. ما يوم الدين، هنا الدين كذلك المد العارض للسكون.
ثم، انتبه لحرف ثاء مثلثة، ثم والميم مشددة حركة بغنة. ما أدراك، هنا كذلك مد مشبع منفصل والدال قلقلة صغرى والتقليل أو ما يسمى الإيمال الصغرى في حرف الراء هنا. ما يوم الدين، كذلك شرحتها هنا. هنا لدينا المد العارض للسكون. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لدينا هنا نفس لنفس، لدينا هنا الإدغام بغير غنة أو ما يسمى الإدغام الكامل. نفس لنفس، ولا نقول نفس لنفس، لدينا هنا تنوين بالكسر وأمامه حرف شين من حروف إخفاء، نقول لنفس شيئا ولا نقول لنفس شيئا. وهنا شيئا، لدينا هنا مد اللين أربع حركات أو ست حركات. والأمر، والأمر ولا نقول والأمر، والأمر والراء هنا مفخمة. يومئذ لله، هنا كذلك تنوين بالكسر تحت حرف الذال، و نقول إذا هنا وأمام حرف اللام من حروف الإدغام بغير غنة الإدغام الكامل، نقول يومئذ لله ولا نقول يومئذ لله. إذا أرتل لكم الآيات التي شرحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وبهذا نكون قد أكملنا تعلم تجويد سورة الإنفطار برواية ورش النافع. ألقاكم في الدرس القادم ومع سورة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.